السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع معنى التناغم الروحي. التناغم الروحي هو الانسجام الداخلي وارتباط النفس وتوافقها مع القيم الروحية والتعايش بسلام مع العالم، مما يؤدي إلى الشعور بالسلام الداخلي والارتباط مع الكون والعالم. فيجب أن يكون توازن بين العقل والجسد والنفس. فالتوازن العقلي يكون بقراءة الكتب وتعلم أشياء جديدة والتأمل والتفكر وتقليل التوتر الذهني. أما التوازن الجسدي يكون بممارسة الرياضة بانتظام والتغذية الصحيحة. أما التوازن النفسي يكون بالعناية بالصحة العاطفية والتأمل والتواصل مع الأشخاص الطيبين المرغوب فيهم. التناغم الروحي بأن يتصل الشخص بذاته العليا وبنفسه اللوامة، والاتصال بالجمال والخير، والبحث عن القيم الروحية والصلاة والتأمل والصدق والتسامح والتواضع والعطاء والعطف والعدالة والامتنان على النعم والعيش مع القيم الروحية. التناغم الروحي يكون بالتواصل مع العالم الخارجي ومع العائلة والأصدقاء وتبادل الأفكار بطريقة تملأها المحبة والاحترام والشعور بالترابط مع الأرض، بحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة، والتعاطف مع الكائنات الحية من حيوانات ونباتات ورعاية الحيوانات، فهذا يعزز الإحساس بالمسؤولية.